الحقيقة الطاقة الشمسية مصدر نظيف، يعني طبعا الأنظف على الإطلاق الهيدروليكي أو المائي، الكهرباء المولدة من المصادر المائية، لكن أيضا من الطاقة الشمسية بتعتبر مصادر نظيفة إلى حد كبير. مصر لديها يعني وضع مثالي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وبالتأكيد مع تطور اقتصاديات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالفعل مصر ممكن تتحول لقوة عظمى في مجال توليد الكهرباء وتصديرها للدول الأخرى عبر خطوط الربط. فيما يتعلق بتأثير انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار أو اللي هو بعد الحدث بعد التعويم على وزارة الكهرباء، وأثر على كل الجهات اللي هي عندها مكونات سواء كانت معدات أو آلات أو مواد خام في مجال الإنتاج بتاعها، ووزارة الكهرباء زي الآخرين. وبالتالي الأهم في الفترة القادمة أنه بالفعل نستطيع أن احنا نوفر استهلاك الكهرباء.